تحياتنا لك كل المواعمة هون هائلي لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا. اخبارك يا الي تحت الهواء؟ مش معقول جد مشاهديني، انا بعتذر بس لما امين والي بيجتمعوا تحت الهواء بصير في فوضى عنا. عم بحاول سيطر على الوضع. نوصل هلا لفقره نيو ريليسز، وعندنا ثلاث افلام كلهم افلام جدد رح ينزلوا او نزلوا مؤخرا على الصالات اللبنانيه، والحلو اليوم انه واحد منهم هو فيلم لبناني. وقد ايه عم ننبسط لما عم نشوف اكثر من خيار لنا بالصالات اللبنانيه لافلام لبنانيه، وكلهم عم بيحققوا نجاحات كبيره. ترو. بس قبل ما نحكي عن الفيلم، لان كنا كمان عم نحكي تحت الهواء انه في شخص صديقك ايوه نسلم عليه، سوري على السيف، كنت عم بعت لك هيك فيري شورت ايميلز صح، فلان كنا على الهواء هون برهنا لك انه مش ما له جلاده بالفعل، الصبي على الهواء فعذره معه. ايه عذري معي عذري معي. فبنكمل بالموفي بنبلش. اول موفي رح نكون عم نحكي عنه كيف كنا عم تذكري هو فيلم لبناني اسمه تاليا نازل، ستيبل انستيبل. ستيبل انستيبل بالعربي احلى بتطلع تاليا نازل، لان بتعبر شوي اكثر عن الفيلم، عن شو رح يكون عم بيحكي والاحداث رح تكون عم بتدور بهالفيلم. فمبدئيا الخبريه بهالموفي هي بتحكي عن جروب اشخاص باخر السنه بيكونوا عم بيروحوا عند طبيب نفساني، وكل واحد منهم رح يكون عم بيفتح عن قلبه لهالطبيب النفساني ليقول له شو المشاكل يلي عم بيقطع فيها، ورح يكون عم بيطلع بالمرايه بحاله وهو طالع بهالالفيتر بهالمصعد، ليكون عم بيطلع عن جد بحاله ويشوف شو المشاكل يلي عم بيواجهها. احداث الموفي بعتقد هي اول مره بنكون عم نحضر فيلم بهذا البلوت لبناني، يمكن بيطرح هالامور بيضويها بهالاسلوب. كاست كثير مهم كمان عم نتعرف عليه رح نشكرهم. المخرج محمود حجاج عنده اسلوب خاص اكيد لطرح هالامور بهالفيلم، وحلو انه نحكي عن عالم علم النفس اذا بدك، لانه بالمجتمعات الغربيه اللي بيروح عند عالم النفس او طبيب نفساني يعتبر محظوظ انه هيدي لكجري من الرفاهيات، بينما عنا يمكن بعدها لليوم تعتبر من التابو او المحرمات انه نحكي عنها عامه، انه نحن عم نتوجع عند عالم نفس، ولكن عم بنغير شوي نظرة مجتمعاتنا لهالقضايا خاصة مع أفلام من هالنوع. هني سبع شخصيات، كل واحد عنده شخصية مختلفة، كل واحد عنده قصة، وكل واحد عنده أسراره، وكل واحد عنده أمنياته أو تطلعاته للحياة، وبهالفيلم عم بيكشفوا إذا بدكم اللي موجود بداخلهم، اللي هني حتى ولا موجودين بهالمصعد، اللي ما عم بيقدروا يشوفوه حتى أمام المرآة، لأنه كتار من النواة بيطلعوا بالمرايه ولكن ما بيشوفوا الحقيقة مثل ما الناس بتشوفها. نسكو الكاست من بعد التريلر؟ يس يلا منحضر التريلر سوا. انا ما بصر لوحدي، حكيم بدي استشيرك. ام كريم صار له ثلاث ايام راسه عم يوجعها هيك، بعرف هيدا انتم بسموه ستريس ما ستريس. انا بستغرب هيدي اللحظه كل العالم بتنبسط، معلش سامحنا يعني كل العالم تنبسط على راس السنه، بدنا نسهر بدنا ننبسط، شو هالشغله الكبيره؟ بتعرف دكتور انا عندي نقطة ضعف تجاه اللهجة اللبنانية، وخاصة لما البنات اللبنانيات يحكوا لبناني. شفت حكيم؟ وين مخبي وجهي من الناس؟ وين مخبي وجهي من الناس؟ يعني ليه أولا؟ ما تكسر وصرخ ولبي. مجرد ما نحضر، قلت نحكي. تركته؟ إي والله. ما قلت بدك تعزمها على حفلة راس السنة؟ أنا ورايح لعزمها على حفلة راس السنة، تركت. حلو، بعد ناقصني الناطور. آخرتي الناطور. Unbelievable. معك حبيبي وجع الراس؟ أنا جاي عبالي اسقط كف غير لك سنينك. الليلة قررت بعد سبع سنين ما عم بصير وحدي، ما صار وحدي سبع سنين. ليه ما كنت بالحبس؟ أنا اليوم دكتور رح جاوبك على سؤالك اللي بتسألني إياه كل مرة. حدا كب علي فطل مي بارد هيك يا ارض نشقي وبلعيني، انه شو بدي اعمل؟ تلبكت انا. انا ايه الناطور؟ و اول ستار كاست من ابرز نجوم الشاشه اللبنانيه مثل ما شفتم مشاهدينا بهالتريلر، بدايه من السايكولوجيست ولعب هالدور اكيد الممثل كميل سلامه من ابرز نجوم الشاشه اللبنانيه القديمه كمان والجديده، والمميز او الملفت بدوره انه بمعظم الفيلم بنشوف
من ورا التصوير عم بيكون بنشوفه ما بنشوف وجهه، ويمكن هيدا قصده المخرج حتى بركي يكون انونيمس هالطبيب النفس، حتى يمكن نحن نكون او نشاركه بدور علاج او نتلقى حياه او اخبار حياه هالشخصيه. لم تعرفي انه الطبيب النفساني الامور يلي بيكونوا عم بيخبروا اياه وما بيشركها مع حدا، فبعتقد الفكره كمان انه لا يخفوا هويه هذا الشخص. نعم. كمان اتس بارت اوف ذا بلوت، يعني جزء من هال. مين معنا كمان بهالفيلم؟ مين عندنا بالكاست؟ عندنا فادي ابي سمره. كنا عم نشوف فادي ابي سمره، اول ما شفته تذكرت موفي كثير قديم انا حاضره فيه، وست بيروت. فهيك فلاش باك لورا. في عندنا ندى ابو فرحات، حسان مراد، زياد عنتر، دياموند ابو عبود، منال خضر، عايدة. حسين شدات، عايدة صبرا، يارا أبو حيدر، سامي حمدان، ومنذر البعلبكي. هذا كل الكاست. هلا سرية أكيد ضروري بين هلا الطبيب والبيشنتس عنده، ولكن الشخصية الطريفة أو الغريبة بهالقصة كلها هو الناطور، ناطور البناية اللي هو الوحيد اللي بتدخل بحياة كل شخصية بهالفيلم، وبدوره أكيد بيترك أثر أو بيقدر على طريقته الخاصة كمان يغير لون حياتهم. فيلم متحمسين نحن حتى نشوفه، بتأمل كمان أنتوا تدعموا السينما اللبنانية وتتوجهوا على شباك التذاكر. بتعرفي نقطة كتير مهمة اللي عم نشوفها اليوم بعالم السينما وبكل صالات العرض اليوم بلبنان، هو قدي صار في أفلام سينما لبنانية. يعني قبل كان يكون في فيلم سينما لبناني واحد ينزل بكل السنة بالموسم، اليوم تقريبا كل شهر عم بيكون عندنا فيلم لبناني والناس وقت عم بيحضروه. بنفس الوقت لما بنروح بنلاقي ثلاث افلام، هي صارت لبنانية بنفس الشهر الوقت. الماضي ثلاث افلام مزبوط بصالات السينما، واو. والكل المستوى تبعهم عم بيكون مستوى كثير عالي من ناحيه الاخراج، من ناحيه الاداء، وحتى القصه اللي عم تكون موجوده بالموفي اليوم وقت عم نروح عم نحضرها ما عم تكون قصه كثير فاضيه، لا عم نطلع عم بيكون في رساله عم توصلنا، طريقه عم بنوع بالمواضيع. بالسنوات الاخيره زهقنا اذا بدك من الافلام اللي بتتناول الحرب وابعاد الحرب وتاثير الحرب، خلص طلعنا منها. صار في كوميدي، صار في دراما، صار في حب، رومانس، واليوم عم نحكيكم عن طالع نازل. طالع نازل، خلصنا من طالع نازل، بننتقل لفيلم امريكي كمان عم بحقق نجاح كبير، دراما مؤثره بعنوان ليبر داي، بتجمع اثنين من كبار نجوم هوليوود كيت وينزلت وجوش برولين. كيت وينزلت ما راح علق عليها بغنى عن تعريف، تفضل بغنى عن تعريف. لا بس هالموفي هو كمان مبني على القصه يلي انكتبت بال 2009 للكاتبه جويس مينرود، والفكره كانت انه رجعوا ترجموها اكيد لها الموفي اللي هو اتس دراما موفي من بطولة كيت وينزلت، واحده من ممثلات المفضلين عندي يعني، هي وبينيلوبي كروز. نعم. فهذا بس ما كثير حجود انا عن كيت وينزلت لان ما بكون كثير موضوعي يعني. منا بحاجه، المميز فيها انه دائما بتختار ادوار جريئه، مع انه كان فيها تتكل بس على جمالها وتختار ادوار بتبرز هالجمال وبكل بساطه تلفت كل الانظار، ولكن بالفعل تختار أدوار بتخلينا نفكر، ودائما في رسالة وراء الأعمال اللي هي بتختارها، بداية من تايتانيك وصولا لفيلم ليبر داي. ومذكر أنه كيت وينزلت حصلت على جائزة أوسكار على فيلم The Reader عام 2008، من أجمل الفلوم. وجوش برولين كمان ترشح لجائزة أوسكار عام 2009 لفيلم ميلك، كمان من أروع الأفلام. هذا ما يحضروا بس نخبرهم المشاهدين عن قصة موفي، خبرهم شوي عن قصة موفي قبل ما نشوف تريلر. خبرنا. هو بيكون في ابنها كيت وينزلت بيكون عم يعمل شوبينج عم يشتري تياب، ولد بيكون عمره 13 سنة عم يشتري تياب، وقت بيلتقى بجوش برولين بالسوبر ماركت، وبيلتقى بجوش برولين يلي بيكون بقى مروح حاله يعني عم بينزل شكله موجوع ولكن مغطى جرح، معرض لإصابة. وبيعزمه انه يرجع لعنده على البيت، يعني هالولد بيعزمه جوش برولين يرجع لعنده على البيت، بيطلب منه انه بدي توصلني على محل بركيتا اتلقى المساعدة 100% ليساعدوه. ووقت يوصل لعندهم على البيت بيكتشفوا انه هو شخص كان فر من العداله. نعم. هرب من العداله، اسكيب كونفيكت، لان عليه حكم. وهون بتبلش دور احداث الموفي، يعني شخص مطلوب وموجود بعائله، وكيف بدها تصير العلاقه بينه وبين كيت وينزلت الموجوده بالبيت. هلا رده فعل الاوليه لما نكتشف انه هالشخص هرب من العداله او هرب من السجن اكيد قلق كبير وخوف كبير، لانه بالنهايه هيدا مجرم نعتبره، ولكن دائما ما تنغش، مش تنغش، ما تحكموا على الاشخاص. بتصور هيدي اهم رساله بهالفيلم، لانه وراء قصه هالمجرم في قصه كثير مؤثره، ولما بيتعرفوا على الأحداث اللي جرت معه اللي أدت إلى أنه هو يعني يرتكب هالجريمة، بتنشأ علاقة كتير قريبة بينه وبين هالإمرأة اللي بدورها هجرها جوزها
وعم بتعيش حالة إحباط كتير كبير، وكانت بالفعل لحاجة لشخص إنه يتدخل بحياتها. خلينا نشوف المشاهد وتاخدوا فكرة أوضح. I don't think losing my father broke my mother's heart, but rather losing love itself. Her hands started shaking beyond her control. Just leaving the house was difficult. I wonder if you can give me a hand here. You're bleeding. Mom, this is Frank. He's kind enough to offer me a ride. We really can't help you. Frankly, this needs to happen. Where do you want to go? Your house. Who are police looking for? Frank Chambers, an inmate at Stinchfield Prison serving 18 years for murder. I'd be grateful if you let me stay till nightfall. Isn't it against the law to hide a fugitive? If someone were to come by, it would need to look like I kidnapped you. How do I know you won't hurt us? I'm stronger than you think. I've never intentionally hurt anyone in my life. What happened? Just know that there's more to this story than you'll see in that paper there. You won't be needing that any longer. When you have to say I tied you up, you won't be lying. Choke up on the back, hands together. It's a good peach. I should throw most of them away before they rot. I have another idea. How's a fellow let a woman like your mother get away? He got together with his secretary. He's infected. I'll send Henry for medicine. Keep an eye out, all right? I should go. Maybe you should stay. They're not gonna stop looking. I know. There were two people who couldn't go out into the world, so they made a world with each other. I'd take 20 more years just to have another 3 days with you. I can't give you a family. You already have. Adele? Are you a friend? Just the handyman. We're gonna hit the road and never look back. While withdrawing this quantity, this is a little suspicious. All right, son. You want to tell me where you're going? I came to save you, Adele. No. تحت الهواء أنا وإلي مشاهدين عم نراجع الفاميلي تريت عند جوش برولين. اكتشفنا أنه والده هو الممثل الأمريكي جيمس برولين. والوالدة سلسلة العائلة كلها رولا. وزوجته لجيمس برولين هي المطربة الرائعة باربي سترايزند. وزوجته لجوش برولين مين؟ وايف. دايان لين. تعرفها؟ يس. دايان لين. اوكي. Enough for today. خلص خلصنا العائلة تبعهم. سريعا ما معنا كثير وقت. ننتقل للفيلم الثالث هو جراند بيانو. عم تشوفوا البانويات أكيد على الطرقات. ميستري ثريلر. من المفترض أن يكون ميستري ثريلر مع أنه الريفيوز بتقول ما حققوا كتير أنه يخوفونا أو يرعبونا فيه، ولكن يعني فيلم كتير ممتع لمحبي حبس الأنفاس والسسبنس. مين عنا بهالفيلم؟ الكاست، نبلش بالكاست شوي. رولا عم نحكي عن إلايجا وود يلي بنعرفه من لورد أوف ذا رينجز أكتر شيء، يعني هوبت. من تريلوجي من وكمان بالهوبت، وكمان عنا جون كيوزاك يلي هو كمان كتير معروف وعطول بناء أدوار شوي بيكون دوره فيها هيك غريب، يعني نعم. مش هالدور التقليدي. قصة هالموفي جراند بيانو هي بتحكي عن عازف بيانو بيكون عنده خوف من المسرح وبيعرف انه يبتعد عن المسرح وبيوقف كل الكونسرتس والاحتفالات اللي كان يقوم فيها. من بعد فتره كثير طويله بيقرر انه يرجع يتخطى هالخوف اللي عنده اياه ويطلع ويقوم بحفله، واثناء الفتره اللي بيكون عم بيأدي فيها بيطلع له نوت صغيره قدامه، رساله صغيره مكتوبه يلي هو كان تهديد بالاحرى انه اذا بيعزف نوته واحده غلط رح يكون عم يتعرض للقتل. ليك قد ما تاثرت فيها رح صوتي رح يكون عم يتعرض. هي المعلومات لازم يستعملوها بالمدارس. اوليك قال اذا بتغلط لا كثير خطه هيديك بتصير ما حدا بيروح على المدرسه. فهيدي قصه موفي هيك سريعا يعني، وكيف بتصير دور احداث الموفي؟ شو هالضغط النفسي اللي بده يعيشه الضغط النفسي هو وعم بيعزف؟ هيدا هو الموفي. خلينا نشوف مشاهد. Skip the hotel and go straight to the auditorium, okay? It's about time you got back on stage. I love you. Tom, you're alive. It's the great Tom Selznick. Tom Selznick, the new Rachmaninoff.
only he didn't choke. Hey, very funny. I'm gonna screw up, Norman. I know it. Congratulations. The whole place is packed. Ladies and gentlemen, Tom Selznick. تصوير رائع أولاً، موسيقى أروع، وبذكرنا شوي هالأجواء وهالصوت. فانتوم الفيلم ما بعرف إذا حضرته، فون بوث. لا آه إيه أوف كثير قديم، شو ذكرك فيه؟ أنه كان في نفس هيك الكاركتير بدايته، دائماً ما بنشوف الشخصية الشريرة ولكن هي اللي عم بتسبب كل غير كاست بس كومبليتلي غير بلوت يعني. هالفيلم تصور بإسبانيا، فما بعرف اذا رح نقدر Barcelona. نشوف شيء من جمال هالبلد. هن بالقليل غيروا جو ولمحبي هالنوع من الافلام، ميستري ثريلر وحبس الانفاس، اكيد ننصحكم فيه. بتحبوا انت لإيلايجا وود؟ انا بس ما كثير في اتخيله بغير دور صح، من دور ذا رينجز، صح، لانه اذا بدك او تصنف انه لهالنوع من الافلام، معودين على دينات طوال وعلى اجرين وقصير كثير عم تقول بيكون، وعنده مشكل مع الخاتم، ما عارف شو بده يعمل فيه. فبتعرفي بعتقد انه كثير صعب عن جد الممثل يقدر يقنعنا بشخصيه جديده، وقد بيكون لفتره كثير طويله عود المشاهدين على دور معين. صحيح. وباطار معين يعني. هيدي من المخاطر يمكن لاي ممثل انه يشارك باكثر من فيلم ضمن سلسله افلام. بس بعتقد طلع مصاري اوقات كثير بيكفي، منه بحاجه اصلا يمثل بقى يعني تخلص هون. ثانك يو الي، هيدي كانت اختياراتنا لهالاسبوع. مشاهدينا بتامل تتوجهوا على صاله السينما حتى تحضروا واحد او ثلاث افلام اللي طرحناهم اليوم. ثانك يو فور بينغ وذ اس اني تايم وقت اللي بدك. خلص ايه رجعت بلشت فت نمط شغل، سلم لنا على صديقك ونشوفك بعد كم يوم. بنقول هاي لستيف الي. بونجور ستيف الي. مشغول كيفك ستيف؟ سوري كيفكم؟ سافا. بشو مشغول الي؟ سليم علي. شفتوا كيف قنعتكم؟ قنعتكم. بدنا نقول لها جود لك لري، عم بتحضر لامتحاناتها. انا كمان بقول لها جود لك لري. منيحه هيدي، هو ما كنت عم سلم علي بس قلت تكبها لان بعرف اثنيناتكم بتعرفوها، هي بتقطع الحجه يعني. عم بتضوي اليوم ستيف. ثانك يو ثانك يو. هيدي الشورت اللي كثير حلوه، دونالد داك. حبيت. بيك تايم. اليوم بدي اقول لكم شو عندي، اليوم عندي بس فقرتين ب ويل دان. اليوم عندي رندا فهد بعد شوي، بدنا نتابع موضوع ابتديناه امبارح، شو السبلمنتس اللي الشخص لازم ياخذ بعد عمر الخمسين. سو التيتر بعد الخمسين. بعد نحن كثير بعاد. ما خسنا ولكن للماما لإلا تحضر. اكيد كل العالم لازم يحضرونا لانه مش بعيده يعني. حلو الواحد يتحضر بك. انا قربت له وكمان اليوم تاخذ نص حبه. ايه لان نص هالمرحله صرت انا. هلا في قصص حكيت عنهم رندا امبارح مثل الفيتامين دي، في ناس عمرهم 22 عم ياخذوا، في ولاد صغار كمان عندهم نقص بالفيتامين دي، سو لازم نتسمع منيح على رندا تناخذ نصيحه، ناخذ فكره اوضح منها وكل التفاصيل. وبذكر المشاهدين انا وياك ستيفاني انه اليوم حلقتنا بس للساعه 11:30 صح، بسبب نقلنا المباشر لجلسات المحكمه الدوليه. صح. نشوفكم بعد البريك. يلا.